أعزائي الرياضيين، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في شوف سبور على قناتكم شوف تيفي. تفقد اليوم ناخب الوطني رشيد الطوسي المركز الرياضي بدبي الذي سيحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني استعدادا للمباراة التي سيحل فيها ضيفا على نظيرية تنزانيا بدار السلام في 23 من شهر مارس المقبل، وذلك برسم الجولة الثالثة من تصفية كأس العالم بالبرازيل لسنة 2014. ومن المنتظر أن يعود الطوسي إلى المغرب غدا السبت من أجل الشروع في التحضير لمباراة تنزانيا في الأسبوع المقبل. وحسب مصادر مقربة من الناخب الوطني فإن الأخير وقف على مكامن القوة والضعف بالمنتخب التنزاني خلال المباراة الإعدادية التي جمعته بنظيره الكاميروني أول أمس بدار السلام، كما أبدأ إعجابه بمستوى مهاجمه. أنا فريق الجيش الملكي عصر هذا اليوم آخر حصة إعدادية له بملعب الدرك الملكي بالمعمورة استعدادا للمقابلة التي ستجمعه غدا السبت بشباب الريف الحسيمي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الدورة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية. كما أجرى لاعب فريق الوداد البيضاوي صباح هذا اليوم حصة تدريبية بمركب محمد بن جلون بالبيضاء، وكان المدرب بدو الزكي قد منح اللاعبين غدا الراحة قبل استئناف التدريب بعد غد الأحد، حيث سيسافر لاعبو إلى مدينة خريبكا لمواجهة الأولمبيك المحلي مساء الاثنين المقبل. التقى اليوم محمد أوزين وزير الشباب والرياضة مع بعض الرياضيين المغاربة السابقين الموظفين في الوزارة والمصنفين في خانة الموظفين الأشباح بهدف تلقي برامج عملهم التي سبق أن فرضها عليهم من أجل الحفاظ على مناصبهم وتجنيبهم الفصل منها. وذكرت بعض المصادر أن الوزير استلم ملفات الموظفين الأشباح من أجل دراستها من طرف اللجنة المتخصصة في أفق قبول الأهم منها ورفض غير المهم. وأبرزت المصادر ذاتها أن هؤلاء الذين ستقبل برامج عملهم سيترقون في سلم التوظيف إلى السلم 11، أما الذين سترفض برامجهم فستمنحهم الوزارة فرصة ثانية أو يتم فصلهم نهائيا بعد دراسة العديد من الجوانب من بينها حياتهم الشخصية وظروفهم المعيشية. وصف محمد دعيع أسطورة كرة القدم السعودية الناخب الوطني السابق إريك جيريتس بالمدرب الفاشل نافيا أن يكون مدربا عالميا كما يدعي البعض. وقال الدعيع خلال استضافته في برنامج حواري عبر القناة الرياضية السعودية الأولى بالحرف: هناك من يردد بأن جيريتس مدرب عالمي وأنا أقول هو ليس كذلك، فلم يسبق له أن درب منتخبا في نهائية كأس العالم كما لم يحقق أي لقب، وهذا دليل على أنه ليس عالميا على حد قوله. يصل عيسى حياة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى مراكش يوم 14 من الشهر الحالي مباشرة بعد حضوره اللقاء النهائي لكأس افريقيا للامم المقام حاليا بجنوب افريقيا. وسيلتقي عيسى حياة باعضاء من الجامعة الملكية المغربية للعبة الى جانب ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف التنسيق المتبادل لاحتضان المغرب شهر ابريل القادم لكأس افريقيا للناشئين، وكذا الوقوف على الترتيبات الاخيرة فيما يخص الفنادق المؤهلة لاستقبال اعضاء الكاف، حيث ستجرى بالمغرب شهر مارس المقبل الانتخابات الرئاسية للجهاز وتجديد اعضاء المكتب التنفيذي، في حين اكدت بعض المصادر على ان الزيارة ستهم اساسا التأكد من موقف المغرب الداعم لحياته الذي يجد منافسة شرسة هذه المرة من الإيفواري جاك أنوما. دوليا، أكد جون أوبي ميكل صانع ألعاب المنتخب النيجيري لكرة القدم أن فريقه سيستعد لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالطريقة نفسها التي استعد بها لمباراتيه السابقتين بالبطولة المقامة حاليا بجنوب إفريقيا. وللإشارة، فقد كانت نيجيريا تغلبت على مالي بأربعة أهداف لواحد في نصف نهائي البطولة الإفريقية بديوربان لتتأهل إلى المباراة النهائية التي ستلتقي خلالها مع منتخب بوركينا فاسو يوم الأحد المقبل برسم نهائي هذه المنافسة. ونبقى دائما مع أخبار منافسات كأس إفريقيا للأمم، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة اليوم إيقاف التونسي سليم الجديد حكم مباراة غانا وبوركينا فاسو في قبل نهائي هذه البطولة.
وذلك على خلفية ارتكابه أخطاء تحكيمية فادحة خلال المقابلة. وأوضح هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد في مؤتمر صحفي من العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرغ قائلا: الكاف غير سعيد بالأداء التحكيمي في مباراة غانا وبوركينا فاسو، وكان من ضمن الأخطاء التحكيمية الفادحة التي كادت أن تغير نتيجة المباراة هو عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للمهاجم البوركيني جوناتان بيترويبا، ولم يكتفي بذلك بل وأشهر في وجهه البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من المباراة ويؤزم موقف منتخب بلاده قبل دقائق من الوصول لركلات الترجيح. وأشار العمراني إلى أن الحالة الوحيدة التي سيتم فيها إلغاء إنذار من على اللعب وعودته للمشاركة في لقاء نهائي واعتراف الحكم في تقرير المباراة أنه أخطأ في قرار طرد بيترويبا. بهذا الخبر الأخير ننهي موجزنا الرياضي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.